شنو تكرمت؟ يعني اطمح انه بيوم من الايام يعني يكون نجم عربي على مستوى الشعر اول او تقدر؟ يعني الطموح حق مشروع لاي انسان انه يتعب يجتهد يوصل للنتيجه. وانت بتقدر؟ تقدر؟ يعني بس مو من فراغ، اكيد لازم تجتهد. وانت بتقدر؟ تقدر؟ اقدر. تقدر، شنو احساسك بهاي اللحظه؟ احساسي بهاي اللحظه حلو كلش. شلون كانت 2021؟ جايك بالكلام. يلا. احساسي حلو انه موجود ببرنامج ناجح. اعتبره من الحلقه الاولى لان دا اشوف الضخامه والشغله هنيك. اثنين ارتياح، هاي مشاعر الناس ابتسامتهم هذا. شلون كانت 2021؟ 2021 مو حلوه. ابو البنيه لو ابو الولد تفضل يسموك. ابو البنيه خاف على الله يزعل من يكبر. ابو البنيه شنو اللقب اللي لقبوك به غير راد ابو فتيان؟ يعني هاي القاب عاديه، رودي، ابود. شو تحب منهن؟ كتكنيه يعني. شو تحب منهن؟ تكوني عفوا. شنو اللي تحبه منهن؟ شنو اللي احبه منهم؟ ابود. سياره احلامك؟ عادي، وسيله نقل السياره بالنسبه لي. ما كان عندك سياره احلام ولا وانت طفل؟ لا انا الحمد لله عندي سياره زينه، بس بالاخير هي وسيله نقل. منو السليبرتي كراش؟ كان قبل طموحي يصير عندي اولدز. اولدز موبيل. فاين. منو السليبرتي كراش مالتك؟ هسه ماكو. زين. قبل يعني جينيفر لوبيز. كان منو؟ جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز، زين. يا لون تكره؟ اكره الاصفر. شو تريد؟ والناس الصفرة ما اكرههم، مو بس اللون. اوكي. شو تحب تغني وانت متونس؟ اغاني حزينه. شنو اكثر اغنيه تغنيها؟ يعني دائما اردد الكريم منصور. يا اغنيه؟ وايد. تتجرأ تدندن؟ يعني تتجرأ تدندن؟ ادندن لا. لان صوتي في الشعر جنن بس بالغناء. ومن تدعي انه صوتك حلو بالغناء؟ ادعي بيني وبين جماعتي، لان انا افرض عليهم اشياء دائما. تفضل. الليل لو النهار؟ الليل يجنن. سناب لو انستا؟ لو انستا. احكي عن الليل شويه. يلا. يعني الليل حكيت عن كريم منصور. يعني انا اصلا يعني عكس الناس، انام بالنهار واقعد بالليل. الليل بالنسبه لي فد موضوع كبير، دائما هدوئي وخيالي والافق كله بالليل. سناب لو انستغرام؟ انستغرام. يا زمن تحب؟ يا زمن؟ يعني اكو ناس تقول ثلاثينات، عشرينات، تسعينات، ستينات. شنو اللي يشبهك؟ يعني السبعينات. سبعينات. اكثر مره كنت محرج بيها غير هسه؟ هو هسه كلش محرج يعني بالجودة حرج. غير هسه. اكثر مره كنت محرج بيها يعني انا بصراحه يعني يحرجني الكلام الحلو، فمرات تلتقين بناس يسمعوك كلام ما متخيل. من شنو تخاف؟ اخاف انه اقصر ويا اطفالي بصراحه. احسن نصيحه قالت لك؟ احسن نصيحه قالت لي هي استمر. احسن نصيحه قلتها او راح تقولها هسه؟ هم استمر. هم استمر؟ شنو اصعب شيء وانت مشهور؟ كل شيء يعني. شنو اصعب شيء بالشهره؟ شنو اصعب شيء بالشهره؟ اصعب شيء بالشهره؟ يعني الناس اللي ما تقدر. سر ما حد يعرفه عنك. تردين تعرفي؟ يس. ليش؟ هسه هاي اللحظه. شيء تكرهه، شيء تحبه ما حد ما قايل لحد هسه تعترفه بسر ما حد يعرفه. يعني احب مرقة الشجر. اوه. اوكي. شو تريده هسه؟ اريده هسه الحلقه تطلع حلوه. الحلقه تطلع حلوه، عظيم. من اي حيوان تخاف؟ ما اخاف. شلون؟ ما اخاف. ما تخاف من اي حيوان؟ لا. زين. حبيبي ممنوع. على شنو مدمن؟ تدخين. على شنو مدمن؟ تدخين. تدخين. اسوء صفه بيك؟ تدخين. المن تخابر اكثر من مره باليوم؟ خابر اكثر من مره باليوم. حيدر الطاي علوش لمن حبيبي. تعال. يا لغه تمنيتها تكون لغتك الام غير العربيه؟ انجليزيه. انجليزيه تمنيتها تكون لغتك الام؟ زين، شنو احساسك بهاي اللحظه بنص الناس؟ صراحة يعني شيء رائع وتجربة يجوز ما مر بها يعني ببرنامج هنيج. ثانك يو. شنو تقدر تسوي من ال 50 او من تصير 50 تريد تكون مسوي واحدة اثنين ثلاثة؟ اسوي يعني ابناء ناجحين وموفر لهم اي شيء. وش تسوي يا رائد ابو فتيان؟ هذا هدفي بصراحة. بس اولادك؟ ايه.
حبيبي. زين شنو اهم طموحك بحياتك انت؟ طموح يخصك انت. طموح الشخصي يعني اخلي ذكر حلو. خلي يعني ما اكون انسان عابر على هذه الحياه، تترك بصمه حلوه. انا حصارحك بشيء بيني وبينك انه انا اتفائل بيك. هاي اول مره تقولي لي تسلمي. انا اتفائل بيك.